ولمحطاتنا لليوم يا سالي، رح نروح فيها للتميز والإبداع والبصمة السورية الخاصة بهيدا المجال يلي عم تكبر يوم بعد يوم. ومؤخرا أطلقت هيئة التميز والإبداع إدارة الأولمبياد العلمي السورية الملتقى العلمي للفرق الوطنية السورية بمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء، تمهيدا واستعدادا للمشاركة بمسابقات الأولمبياد العالمية، وذلك في مدرسة بنات الشهداء بالمزة. لحتى نحكي أكثر عن الملتقى وعن الهيئة، بيسرنا أكيد يشاركنا صباحنا لليوم الأستاذ عماد العزب، رئيس هيئة التمييز والإبداع. يسعد صباحك أستاذ عماد، ورمضان كريم. صباح الخير. أهلا صباح وسهلا الخير فيك. ورمضان كريم. أكيد دائما التميز والإبداع هو عنوان سوريا وأبناء سوريا وطلاب وطالبات سوريا. بالبداية خلينا نحكي عن الملتقى المركزي بدمشق للأولمبياد العلمي باعتباره المرحلة لتكون باتجاه منصات التتويج العالمي. تفضل. هلا الحقيقة يعني مثل ما اعتادت الهيئة كل عام في عنا ملتقى يجمع فيه الطلاب اللي متميزين على المستوى الوطني على مدار 3 سنوات. نعم. هدول الطلاب بيجتمعوا كلياتهم بهالملتقى، هو ملتقى مغلق، بياكلوا بيشربوا بيناموا بيتلقوا درجات أعلى من العلوم نعم. والاختبارات اللي مستواها عالي اللي بتحاكي لحد ما الاختبارات اللي بتصير على المستوى العالمي. عندنا تقريبا بحدود 141 طالب وطالبة اللي التحقوا بالملتقى، هن نتاج الطلاب على مدار 3 سنوات اللي فازوا على المستوى الوطني ل3 سنوات واللي كان في عندهم حالات تميز وإبداع بالاختصاصات اللي ذكرتيها حضرتك هلا. ف بيتلقوا من خلال مجموعة من الأساتذة والدكاترة من هيئة الطاقة الذرية ومركز دراسات والبحوث العلمية والجامعة دمشق مستوى متقدم وعالي من العلوم تحضيرا للمشاركات على المستوى العالمي اللي حتبدأ بعد العيد إن شاء الله، يعني فور انتهاء الملتقى تبدأ المشاركات على المستوى العالمي. نعم أستاذ عماد، مثل ما ذكرنا بالمقدمة أنه الملتقى بمدارس بنات وأبناء الشهداء، كمان عم يصير في تدريبات للطلاب بالمدارس، رح يقدموا فحوصات ويقدموا على مسابقات، رح يشاركوا بالأولمبياد الأطفال. الحقيقة يعني هو كمان هذا تشاركية جديدة صار لها عمرها 2 سنين تقريبا مع صحيح. مدارس أبناء وبنات الشهداء، وأنا بعتبر هذا جزء يعني أقل ما يمكن إنه نحن كهيئة نقدمه لأبناء الشهداء اللي ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن. شاركوا وكل عام عم يتقدم المستوى عندهم أكثر من العام اللي قبله، لذلك صرنا نشوف في تقدم ملحوظ بمستواهم. هن عم يشاركوا لا شك عم يشاركوا بالأولمبيادات الوطنية بس لسه ما وصلوا للعالمية. للعالم، إن شاء الله بالسنوات القليلة القادمة بيكونوا هن ضمن أو أعضاء بالفرق اللي حتشارك على المستوى العالمي. إن شاء الله يا رب وتتكلل بالنجاح لكل أبناء سوريا. رح نكفي حديثنا معك، بس رح نروح نشوف أجواء الملتقى. أكيد كانت كاميرا الإخبارية السورية حاضرة برفقة زميلتنا سلمى عودة، ونرجع نكفي حديثنا. كرم القنطار، 11 نجحت على البكالوريا، حافظت سويدا مات الفيزياء. هلا نحن حاولنا بحلب يعني نستعد شوي ونتدرب، بس طبعا هون التدريب العملي وبده يركزوا لنا عليه اكثر. ان شاء الله يعني نجيب ذهب بالعالمي. انا صالح ربيع من اللاذقية صف 10، مشارك بمادة المعلوماتية. أكيد الأولمبياد كتير بيغير من طريقة التفكير، بيوسع التفكير، بيخلي واحد يفكر بطريقة أوسع، أو يعني يخرج خارج الصندوق يعني. وأكيد أنا بيها تجربة كتير رائعة يعني، وإن شاء الله مستعدين للمرحلة الجاية. قدرات كبيرة ومعارف كتيرة ممكن تفيدنا نحن المراحل الجامعية المتقدمة، ممكن نحن تكسبنا قدرة على التميز بهي المراحل اللي رح نتقدم فيها. نحن جينا لهون على الملتقى العلمي لنكتسب خبرات من الدكاترة الأكفأ في سوريا اللي هن رح اللي جابوا لنا إياها هيئة التميز والإبداع اللي ممكن تعطينا معلومات تفيدنا بالمحافل العالمي لنرفع علم الوطن.
يعني مثل ما تابعنا بالتقرير في أجواء من الحماس وفي يمكن إرادة وحب تفوق بداخل كل الطلاب. أستاذ عماد، قديش مهم اليوم أنه الطلاب المتفوقين بالسنوات السابقة أنه هن يحكوا تجاربهم ويندمجوا مع الطلاب الجدد وخاصة بالملتقى بما أنه عمره سنتين، ويحكوا تجاربهم وسفراتهم ويمكن الأجواء الفحوصات اللي كانوا ينحطوا فيها؟ هلا لا شك، ونحن يعني صرنا مده تقريبا عم نشارك الطلاب. هلا في عنا قسم من الطلاب اللي حصلوا على الجوائز على المستوى العالمي، هن نفسهم عم يشاركوا بتدريب الطلاب الجدد. حتى هلا في خطوه جديده اقدمت عليها الهيئه، نحن دائما وقت تطلع الوفود حتى تشارك على المستوى العالمي وفود الطلاب بيطلع معها دكاتره. هي السنه الاولى اللي نحن بنطلع فيها الطلاب، بعض الطلاب اللي حصلوا على جوائز عالميه على مستوى العالم. طلعناهم مشرفين ايضا على الطلاب الجدد، يعني هن بمرحله اعداديه. لا هن بمرحله اللي طلعوا صاروا بمرحله جامعيه هلا، بس هن عندهم مشاركات قبل ما يكونوا بالمرحله الجامعيه، يعني كانوا طلاب بكالوريا او 11 او 10، تم انتقاء طلاب يلي بذلوا جهد وتعاونوا مع رفقاتهم الجدد ودربوهم هون. طلعنا هلا مجموعه جديده من هؤلاء الطلاب، هم مشرفين على زملاء الطلاب الجدد. هذا ترك أثر كتير طيب وكتير جيد، لأنه حتى في بعض المعلومات يعني طالب لطالب يمكن يكون عنده قدرة متقاربة يوصلها بشكل أوضح، وخاصة يحكي لهم عن تجربته اللي هو خاضب وطلع على العالمية وكيف حصل وكيف على كيف حصل على جوائز على المستوى بشكل تماماً مباشر تماماً أسرع. تمام. يعني يا أستاذ عماد، دائما مثل ما بنعرف أنه الهيئة أصبحت تقدم الكثير بمجال التميز مؤخرا، طبعا هي النواة كانت وما زالت، وأعلنت طبعا الهيئة إطلاق هذا الملتقى طبعا مع بالتعاون مع وزارة التربية والأمانة السورية للتنمية لمسابقة المناظرات الثقافية الأولى لطلاب الأول والصفين الأول والثاني الثانوي من مدارس المتفوقين بالمحافظات وأيضا المركز الوطني للمتميزين. خلينا نحكي أكثر. هلأ هي خطوة جديدة وفتحنا باب جديد. نحن مناظرات ثقافية هي أولمبياد موجود على مستوى العالم جديد، نحن اشتركنا فيه عالميا وبدينا فيه هذا العام بشكل تجريبي لحتى نقدر يعني نضبط آلية عمله للعام القادم بشكل دقيق. كانت هناك رؤية أن يكون محصور العمل من خلال مدارس المتفوقين والمركز الطلاب المركز الوطني للمتميزين، بيخضعوا لعدة اختبارات. بعد هاي الاختبارات هي مناظرات بتشكلوا فرق، ويعني بتجسد روح الفريق أكثر، مو شخص ككل شخص مع شخص. يعني هذا الشيء كتير بيفيدهم حتى بي 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 حتى أنه في روح تعاون. بالضبط. ممكن يتبادلوا مع بعض. بيتبادلوا المعلومات بالضبط بيتبادلوا المعلومات. وبطبيعة الحال هي المناظرات الثقافية على المستوى العالمي هي ستتم باللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها. حلو. فبالتالي لازم على الطالب أو الطالب يكون عنده قدرة عالية من يعني متمكن من اللغة الإنجليزية أولا، وأن يمتلك ثقافة واسعة وشاملة عامة. يعني بتشكلوا هالفرق هاي، ومن خلال التصفيات اللي بتصير في فرق لحتى تشارك باسم الجمهورية العربية السورية بالأولمبيادات العالم بالمناظرات العالمية على المستوى العالمي. هالحدث هذا تم بالتعاون ما بين هيئة التميز والإبداع ووزارة التربية والأمانة السورية للتنمية، حتى يعني نحاول قدر المستطاع نوفر كل مستلزمات نجاح هذا المشروع إن شاء الله. إن شاء الله. وأنا متفائل كتير إن شاء الله، إنه يعني بدأنا نحن بالهيئة على اعتبار سابقا كنا متخصصين في الأمور العلمية فقط أو العلوم الأساسية. هلا إن شاء الله في أبواب جديدة عم تنفتح للأمور الثقافية بشكل واسع إن شاء الله. نعم أكيد إن شاء الله، وبجهود الأساتذة بدنا نوجه لهم تحية. نعم. جهود الكوادر يلي عم تتعب ليل نهار. أستاذ عماد، عم صار في بعثات للمرحلة الجامعية. نعم. بعثات خارج سوريا، خلينا نحكي مع مين بتم التواصل وكيف يمكن تقدم البعثة وعلى أي أساس بيتم اختيار الطلاب، يعني كمان في عدد هائل من المتفوقين لا شك. يعني نحن لا شك نحن صرنا هلا هي السنة الثانية، الدفعة الثانية طلعت، وهلا نحن خلال شهر تقريبا أو شهرين على أبواب إرسال الدفعة الثالثة للبطولات.
الطلاب المبتعثين إلى الخارج لإتمام مرحلة الماجستير والدكتوراه. هناك مسارين أساسيين، إما أن يكون طالب من طلاب الأولمبياد حاصل على ميدالية أو شهادة تقدير عالمية أو الأول من كل اختصاص، وهناك أيضا نقطة مهمة هم طلاب المركز الوطني للمتميزين. طلاب المركز الوطني للمتميزين بيدخلوا عنا من الصف العاشر، وهو مركز داخلي، سكن داخلي وتعليم داخلي، العاشر 11 بكالوريا. عند الانتهاء من البكالوريا هناك اختصاصات متاحة فقط لطلاب الهيئة، يقوم الطلاب بالتسجيل فيها في هذه الاختصاصات. عند الانتهاء من المرحلة الجامعية يصبح هؤلاء الشباب والشابات جاهزين للإفادة الخارجي، طبعا قبل ذلك هم مفادين داخليا. الإفادة الخارجي تم إفاد أول دفعة العام ما قبل الماضي، وهذا العام تم إفاد دفعة ثانية، ونحن على وشك التحضير للدفعة الثالثة. الدفعة الثالثة يعني مجموع تقريبا بيوصل لحدود 140 شاب وشابة لحتى يحصلوا على الماجستير والدكتوراه. القسم الأكبر راح لروسيا، وآثرنا إلا تكون يعني أهم الجامعات الروسية يلي كمان بالمقابل إلى تصنيف عالمي، يعني اللي داخلي ضمن التصنيف العالمي. وهلأ حاليا بهالوقت هذا نحن عنا وفد من إدارة الهيئة موجود بروسيا عما يجري مفاوضات لانتقاء أيضا جامعات متقدمة مثل جامعة موسكو الحكومية ومثل جامعة سانت بطرسبرغ يلي هي جامعات مرموقة عالميا حتى نأمن أفضل الفرص لطلابنا اللي لح يطلعوا هالسنة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يتكلل بالنجاح وبالتميز وبالإبداع. خلينا نحكي عن الجديد القريب، جديدة بالهيئة باعتبارها مؤسسة تعليمية متميزة. الحقيقة هلأ نحن عم ندرس فكرة إدخال اختصاصات جديدة للبرامج الأكاديمية يلي متاحة للطلاب بالمرحلة الجامعية. يعني نحن بالمرحلة الجامعية في عنا علوم طبية وحيوية، عنا علم الليزر وتطبيقاته، عنا هندسة الطيران، هاي السنة الأولى بيدخل هلأ هندسة الطيران، عنا معلوماتية متقدمة بمستوى عالي. هلأ نحن عم نفكر بموضوع الهندسات يعني بس بمستوى متقدم، بمستوى غير الهندسات اللي اعتادوا الطلاب أنه يدخلوا على الجامعة. كان هندسة الطيران هلا يا كل اللي عم يتابعها، هندسة الطيران هي أول سنة نحن تدخل هندسة طيران، طلاب بيجوا بيدرسوا هندسة طيران. فنحن إن شاء الله هذا في مجال البرامج الأكاديمية. أيضا في مجال الأولمبياد هناك يعني فكرة لإدخال مسابقات جديدة حتى تنتسب إلى سوريا على المستوى العالمي، وندخل ونصير أعضاء ونمثل سوريا، ونقدر ويقدروا شبابنا يرفعوا علم سوريا في أهم المحافل العلمية العالمية الشبابية. نعم إن شاء الله يا رب، وأكيد عنا ثقة لكتير كبيرة. أستاذ عماد، يعني لسنوات عديدة حضرتك دائما عم تكون ضيفنا. نعم. ودائما عم نطلع على كل جديد خطوة بخطوة، ولكن يمكن هيك عم نشوف بعيونك اليوم هي الثقة الكبيرة المرافقة النصر يلي عم يصير بالبلد وبالشام بهمة أبطالنا، كمان الانتصار بالشأن العلمي والهيئة قديش كبرت مع كبر هالبلد ومع طلابها، يعني مع طلابها هن تطوروا وتطورت الهيئة. اليوم هاي المرحلة اللي وصلت لها الهيئة قديش هيك فيها فخر يعني وشموخ. خليني بس لهالنقطة هاي بالضبط، نحن بدأت مشاركاتنا العالمية في عام 2009. للأسف أنه دخلت المشاركات العالمية على التوالي مع دخول أو بدء الأزمة بسوريا. كل الناس راهنت واعتقدت أنه هالمشروع هذا هو اللي حيبدأ يعني يتراجع ويتباطأ العمل فيه، إلا أنه اللي صار العكس تماما. يعني نحن حتى في أشد سنوات الأزمة اللي مرقت على البلد كنا عم نحقق ميداليات على المستوى العالمي. يعني أنا ما بنسى من جميع المحافظات السورية طبعاً. خلينا ننوه على هاي النقطة، لكن نحن طلابنا في من جميع المحافظات السورية، وقت كانت نلاقي صعوبة بنقل الطلاب ما بين المحافظات كنا نتحدى هذا الظرف وهذا الواقع ونجيبهم للطلاب، وكنا حريصين جدا، وكان يعني الدعم الأساسي اللي كان يعني عم يعطينا قوة دفع كتير كبيرة هي السيدة اسماء الأسد عقيل السيد رئيس الجمهورية اللي بتشرف على المشروع بشكل كامل.
من خلال هذا الدعم قدرنا استمرينا وتابعنا وحققنا حققوا طلابنا على المستوى الوطني نتائج، لكن الأهم النتائج اللي حققها طلابنا على المستويات العالمية. نحن يعني إذا أخذنا الوضع اللي مرأت فيه سوريا، إنه وضع المي ووضع الكهرباء ووضع الإنترنت ووضع الستريس ووضع الحرب والحصار إلى آخره، وعم يطلعوا طلاب ويجيبوا نتائج، وعم نتحدى طلاب. نحن تقريبا في بعض الأولمبيادات بيشاركوا فيها 121 دولة، إنه نحن ناخذ فضة ناخذ ذهب على المستوى العالمي، هذا إنجاز كتير كبير. تمام، يعني دائما بنرجع بنقول السوري مبدع، السوري عنده إرادة وأثبت هذا الشيء. يمكن احنا من خلال لقاءاتنا بطلاب الأولمبياد استضفنا العديد من الطلاب وخبرونا عن تجربتهم بس يطلعوا لبرا ويتفاجئوا زملائهم الطلاب من دول أخرى انه معقول انتوا لساتكم وعم بتشاركوا. كان في مفاجأة كتير كبيرة، والمفاجأة الأكبر مثل ما تفضلت حضرتك وقت أخذنا الميداليات الفضية والذهبية. خلينا نحكي عن حماس الطلاب، قديش الطلاب متحمسين رغم كل شيء عم يمروا فيه. يعني أنا بفترض علميا لولا حماس الطلاب ما وصلنا لهون، لولا ثقة الطلاب ما وصلنا لهون، لولا ثقة أهالي الطلاب بالمشروع ما وصلنا لهون. فبالتالي يعني يجب أن تتوفر القناعة لدى الطلاب وثقتهم بالمشروع ونزاهة المشروع. يعني كمان موضوع نزاهة المشروع بيولد ثقة عند الناس. صحيح. إنه نحن فعلا يعني ياما نحن تطلع عنا طلاب ما كانوا يتخيلوا إنه هن يمكن يوصلوا للمراحل اللي هن وصلوا لها. نعم. وبالتالي الثقة بالنفس والثقة بالقدرات، يعني هو بده يكون عنده ثقة عالية بنفسه أولا، وثانيا لازم يكون عنده ثقة بقدراته وثقة بالناس أو الجهة اللي عم تشرف عليه. يعني نحن حتى السادة أعضاء اللجنة العلمية اللي توجهتي لهم حضرتك بالشكر، هني منتقيين بشكل دقيق جدا. يعني نحن خيرة الأساتذة والدكاترة اللي موجودين بالبلد هني اللي عم يشرفوا على تدريب هؤلاء الشباب والشابات. يعني أنا وقت بروح وبجيب دكاترة من مركز دراسات والبحوث العلمية، من هيئة الطاقة الذرية، من جامعة دمشق، كمان هذا أنا بفترض أنه هذا إنجاز كتير كبير لطالب شاب مثلا بالمرحلة الثانوية، ومجموعة من الدكاترة هي اللي عم تشرف على تأهيله ورفع قدراته العلمية. دكاترة قديرين أكيد بدنا نوجه لهم تحية، مو بس متميزين بالعلم وأيضا بالأسلوب والعطاء، الأسلوب يلي بيجذب الطلاب 100% دائما. 100% أساسا يلي ذكرته على الجانب التحديدا اللي ذكرته على الطلاب أيضا ينطبق على الدكاترة. نعم. يعني نحن بهمنا أنه الدكاترة يكون عندهم أيضا إيمان بالمشروع وقناعة بالمشروع لحتى يقدروا يعطوا بشكل صحيح. أفضل. وبالتالي نحن كل الدكاترة اللي موجودين الحمد لله عندهم قناعة كتير عالية وعندهم ثقة أيضا بقدرات طلابنا. نعم، نحن بدنا نتمنى لكم كل التوفيق، ودائما نحن فخورين فيكم وبكل إنجازات أكيد وبكل تحقيقات علمية بتقدموها. شكرا كتير، رمضان كريم، وشرفتنا وناطرينك بحلقات جديدة مع طلاب حاصلين على جوائز عالمية إن شاء الله. إن شاء الله، وشكرا كتير لكم، وإن شاء الله بتكون المقابلة القادمة مع فريق الطلاب يلي حيكونوا جابوا نتائج على المستوى العالمي ورفعوا اسم سوريا عاليا. أكيد، كل الشكر لك، كل الشكر للكوادر جميعا اللي عم تشرف على طلابنا، كل التوفيق لطلابنا، وإن شاء الله يا رب منشوف سوريا لسه عم يعلى ويعلى مستوى العلم فيها أكثر وأكثر. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك.